قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ذكرنا بالأمس في كتاب النكاح أحكامه ما بين الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرمة، وأنه تجري عليه الأحكام الخمسة، وذكرنا ما يراه الخاطب من مخطوبته، وذكرنا ما هي العورة عند النساء بالنسبة للأجنبي وبالنسبة للمحارم. وأنه يرخص للخاطب أن يرى من مخطوبته الوجه والكفين وما يدعوه إلى نكاحها. وذكرنا أنه لا يجوز أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك أو يسمح. وذكرنا أنه لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة من طلاق أو من وفاة، وذكرنا أن الطلاق لابد أن يكون إيه؟ بائنا. ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة وليس التصريح. وذكرنا أنه يجب الإيجاب والقبول، ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب وقبول، زوجتك وقبلت منك زواجها. ويستحب خطبة الحاجة بين يدي العقد. إيه خطبة الحاجة؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ الثلاث الآيات المبينة أمامك في الكتاب. وذكرنا أنه يستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف، الدف خاصة، وذكرنا أن الدف يكون بين الجواري والنساء وليس من عمل الرجال، ولا يتعدى الدف إلى غيره من آلات المعازف، لأن أصل المعازف على انتشارها تحرم بحديث رواه البخاري. يستثنى من المعازف الدف في مناسبة النكاح بين الجواري النساء والنساء. الحديث اللي في البخاري: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، يعني الزنا، والحرير والخمر والمعازف. وذكرنا أن من شروط النكاح الولي والشهود، ولي وشاهدين، لا نكاح إلا بولي وشاهدين.
فإذا كانت العدالة عملة نادرة في عصرنا، ينظر الأصلح فالأصلح من الرجال يعني أن يكونوا شهودا. والأولياء على الترتيب: الأب فالجد فالأخ فابن الأخ فالعم فابن العم، هذا الترتيب عند الأئمة الثلاثة، عند الإمام أحمد أدخل الابن من ضمن الأولياء، فيقول ثم أبوه وإن علا ثم ابنه ثم ابنها. واستدل الحنبلة بحديث ذكرنا إن إسناده ضعيف في كتاب الإرواء ضعفه الألباني برقم 1846، حديث أن عمر ابن أبي سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمه، أم مين بقى؟ اللي هي أم سلمة، بس الحديث ضعيف. ده اللي اعتمد عليه الحنبلة في كون الابن يكون ولي لأمه. ووكيل كل ولي يعتبر مكانه، الولي يعتبر مكان الوكيل، يعتبر مكان الولي الذي وكله، كما أنه يكون الوكيل مكان البائع والمشتري. ولا يصح تزويج الأبعد مع وجود الأقرب إلا إذا كان الأقرب ده صغير، يعني الأخ فابن الأخ فالعم. إذا كان الأقرب ده صغير أو مجنون أو مخالف في الدين أو عاضل، وقلنا هناك عاضل بحق وعاضل من غير حق، مش كده؟ العاضل بحق لا يرى العريس كفء، العاضل بغير حق رفضه خلاص. تيجي تسأل يقول لك أصل هي بتخدم مراته مش عاوز يجوزها لتستمر على خدمة مين؟ مراته. ده عاضل من غير، ساعتها يعملوا ايه؟ يتنقلوا للولي اللي بعد منه في الترتيب، يتنقلوا للولي اللي بعديه في الترتيب. وذكرنا ان الاب هو الوحيد الذي يجوز له من الاولياء ان يزوج ابنته صغيره دون البلوغ، كما زوج ابو بكر ابنته عائشه وكان عندها 6 أو 7 سنوات، لكن البناء كان عند سن 9 سنوات، وكانت المرأة في الجزيرة العربية تحيض عند إيه؟ عند 9 سنوات. إذا بلغت المرأة 9 سنوات فهي بالغة. وهذا يختلف ما بين البلاد الحارة والبلاد المعتدلة والبلاد الباردة على حسب الطقس، على حسب الإيه؟ الطقس. اشمعنى الأب؟ لأن الأب هو الوحيد من الأولياء الحريص على مصلحة ابنته، لا يوجد هذا الحرص عند الأولياء الآخرين. يعني حرص الأخ وابن الأخ والعم ابن العم ليس في مستوى حرص الأب، فهو الوحيد من الأولياء الذي يسوغ له أن يزوج ابنته الصغيرة أو ابنه الصغير كمان، لأن ابن الصغير يعتبر محتاج ولي، فإذا بلغ لم يحتاج إلى الولي اللي هو الولد الذكر يعني. هو العريس بيقولوا فين واقفين الولي بتاعك؟
صغير. ممكن يعقد له، بس الدخول بعد البلوغ. هي عائشة ما عقد عليها دون سن البلوغ، صح؟ نعم. بس الولد كذلك ولا لابد يكون العريس بالغ؟ يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر، خدت بالك؟ أو يزوج ابنه خدت لحد ما يبلغ اللي انت محتاجه في البناء البلوغ. واحد مع واحد يقول بقى زوج ابنك كده لا، بيبقى في ايجاب وقبول، مش قاعده في ايجاب وايه وقبول ورسميات يعني. وتستأذن البكر وتستأمر البالغة، وتستأمر الايه السيب يعني، تستأذن البكر البالغ وإذنها صمتها، وتستأمر السيب التي سبق لها الزواج يعني، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. ايه الفرق ما بين الاستئذان والاستئمار؟ أن الاستئذان يكفي أن تصمت، والاستئمار لازم تتكلم وتقول موافقة أو غير موافقة. وليس لولي المرأة تزوجها بغير كفء بغير رضاه، وهل له تزويجها برضاها بغير كفء؟ والله لو الاثنين وافقوا على غير كفء يبقى ما فيش مشكلة مع الموافقة. متى تكون المشكلة؟ لما يبقاش في موافقة. الولي غير موافق لأنه غير كفء، المشروع يقف. الزوجة مش موافقة على العريس، المشروع وقف، صح؟ المرأة لا تتزوج غصب عنها بمن لا تريد، يبقى عشان مشروع الزواج ده يمشي صح لابد من موافقة طرفين، طرف الولي الذي ينظر في الكفاءة، وطرف المرأة اللي هتعيش. في حد بيعيش غصب عنه؟ ما مش ممكن. مش النبي رد زواج امرأة اعترضت وقالت مش موافقة فالنبي رد زواجها؟ وليس العبد كفءا للحرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين عتقت وكانت تحت عبد اسمه ايه؟ اسمه مغيس. والحديث رواه البخاري. فإذا ثبت الخيار بالحرية الطارئة فبالحرية السابقة من باب أولى، لأن فيه نقصا في النصيب والاستمتاع والإنفاق. ولو رضيت الحر أن تعيش مع العبد فالخيار له. ليه؟ قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة حين عتقت تحت عبد فاختارت فرقته، كان لها الحق أنها تختار الفرقة، فالنبي بيشفع لدى بريرة أن ترجع لإيه؟ لمغيس. فقال عليه الصلاة والسلام لبريرة لو راجعتيه؟ قالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال لا بل أنا شفيع. قالت لا حاجة لي فيه. يا صلى الله عليه وسلم.
الكلام ده دليل على ايه يا اخوانا؟ دليل على فقه بريرة فرقت ما بين الشفاعة والأمر. طب اسأل انت واحد مثقف، هي كانت عبدة وتحررت، اسأل انت بقى النهاردة واحد متعلم ومعاه شهادة عالية، قول لي يا أستاذ والله الفرق ما بين الشفاعة والأمر ايه؟ يقول لك ايه؟ بتقول ايه؟ شفاعة وأمر، والله الموضوع ده ما سمعتوش قبل كده. لو كان أمر ملهاش خيار، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خدت بالك؟ النبي لما أمر زينب كان أمر ولا كان شفاعة؟ كان أمر، عشان خاطر كان فيه تشريع وحكمة التشريع إن زينب تطلق من زيد، إن اللي النبي كان متبنيه وكان يسمى زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم سنوات وهم في الجزيرة العربية، وزيد بن محمد زيد بن محمد، لكنه ليس ابنه من صلبه، ده النبي أراد أن يكافئه لأن زيد اختار النبي على أبيه وعمه، زيد أبوه وعمه عصروا عليه، كانوا بيدوروا عليه لقوه، لو عبد متباع. فبيقولوا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ده ابننا وأنا أبوه وده عمه، قال لهم خيروه، لو اختاركوا خدوه، تختار مين يا زيد؟ قال اختار محمد صلى الله عليه وسلم. على ابوك وعمك؟ اه على ابويا وعم، روحوا انتوا بقى. انت عارفين اختياره للنبي كان فيه نجاته وسعادته في الدنيا والايه؟ والاخره. ده بيقول لك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم زي واسامه ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الامر لزينب امر، يعني الطلب يكون امرا ويكون شفاعة. فهي بريرة عندها ذكاء فطري، بتقول له رسول الله أتأمرني؟ يعني ماليش خيار؟ قال لا بل أنا شفيع، ما زال لك الخيار. قالت له لا حاجة لي فيه. هي ما صدقت يعني ايه، خرجت من تحت يد عبد وأصبحت حرة، وشايفة ان العبد ما عادش كفء ليها. يعني الأمر ده أشبه بما حدث في غزوة بدر، أمنزلا هذا أنزلكه الله يا رسول الله؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ لو كان أمر من السماء وبوحي ملوش خيار. قال له بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال له ليس هذا بالمنزل يا رسول الله، البير ده فيه مية وبقية الأبيار مفيهاش مية، قد غورت البرد، لما يبقى ورانا احنا اللي نشرب بس، لما يبقى بيننا وبين العدو هيزحمون عليه، فلما نخلي البير ورانا في القتال نشرب احنا، اعدائنا ما يقدرش يوصل له لانه بينهم وبين البير المعسكر الاسلامي والجنود. النبي عليه الصلاة والسلام يعمل برأي الحباب بن المنذر، ودي تعتبر ايه؟ بيان لفضل المشورة. المشورة في الإسلام تكون في أشياء ليس فيها وحي، يعني مش هنعمل مشورة الخمر حلال ولا حرام، ينفع فيها مشورة؟ ممكن نعمل استفتاء في إن الخمر حلال ولا لا، ينفع فيها استفتاء؟ ما ينفعش فيها استفتاء. والشعب يختار، يختار إيه؟ والشعب له اختيار، هو له اختيار في الديمقراطيات، لكن مع في الإسلام ملوش خيار في الأمور اللي فيها حلال وحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل بالمشورة في بدر وفي أحد، نخرج ولا ما نخرجش، فهم اختاروا الخروج فخرج. وكمان في غزوة الخندق لما أشار سلمان الفارسي بحفر خندق، فالرأي سلمان عجب النبي عليه الصلاة والسلام، فأمرهم في مدة زمنية أنهم يحفروا الخندق من جهة الشمال الجهة اللي هي هيجي منها الأعداء،
ويبقى وراهم جبل سلع وبعض الأشجار والنخيل التي تحول دون دخول المدينة، لكن المكان المكشوف بس هو ده اللي هيبقى فيه الحفر الخندق. فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام كل 10 متر مربع لكل كذا متر مربع 10 من الرجال يحفروه. وليس العبد كفءا للحر، ولا الفاجر كفءا للعفيفة، لقوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ولأن الفاسق مردود الشهادة وليس له رواية، وغير مأمون على نفس ولا على مال، وليس له ولاية، فهو ناقص عند الله سبحانه وتعالى وناقص عند خلق الله، فلا يجوز أن يكون كفؤا للعفيفة ولا مساويا له. ده الكلام ده عند بداية إيه؟ عند بداية الاختيار. هي ملتزمة بتختار إيه؟ بتختار ملتزم، ويكون في نفس الاتجاه الفكري كمان. ليه؟ عشان ما يعجبهاش، عشان خاطر إيه؟ ما يخالفش في المنهج يعني. يعني احنا بنفضل ان يكون الاخ والاخت على منهج واحد عشان ما حدش يتعب التاني. لو هي متشددة ما يبقاش هو متساهل، او العكس لو هو، انا اقصد بالتشدد يعني الالتزام بالاحكام، المتساهل بيقول عليه ايه؟ متشدد، صح؟ المتساهل بقى يعني ما عندوش كلفة، يصفح امرأة ما فيش مشكلة، اختلاط رجال ونساء مش مشكلة، خدت لك؟ ابن عمه يجي له يقول انت ما فتحتلوش الباب ليه وقعدتيه واستناني لحد ما اجي. التلفزيون ما فيش مانع من المسلسلات والتمثيليات والنسوان العريانة والبتاع، خدت لك؟ اسمه ايه ده؟ تساهل. لما التساهل ده يجي مع واحد، لما يكون طرف متساهل بالصورة دي مع طرف ملتزم هيعمل ايه؟ هيخلي حياته جحيم، صح؟ ففي البداية الاختيار بيكون كده. فلذلك انا بنصح الملتزم ياخد ملتزم، المتساهل الطيور على اشكالها ايه؟ تقع. يلتزموا الاثنين، يتساهلوا الاثنين، ومحرين مع بعض. فساعات اللي بتسأل يعني بيقولوا انه بيصلي، لا مش كفاية، ما في بيصلي، لكن طب ايه الالتزام؟ هو بيختار النقاب ولا عاوزها كاشفة وشها؟ هو بيصافح النساء ولا بيمتنع من المصافحة؟ هو بيقبل الاختلاط الرجال بالنساء على مائدة واحدة يقعدوا ياكلوا مع بعض الاجانب، ولا ما بيقبلش؟ لو جه ابن عمه وابن خاله خبط عليه ما لقاهوش، والزوجة قالت له ارجع ده مفيش رجال عندنا دلوقتي، يزعل ولا ما يزعلش؟ بيدخل التلفزيون بيته ويتفرج على كذا وكذا وكذا ولا لا؟ يبقى مش الصلاة بس، صح؟ في كتب فقه قديمة وفي كتب فقه حديثة، صح؟ من الحديثة مثلا تكملة المجموع لنجيب المطيع، كتاب فقه السنة من الكتب المعاصرة في الفقه، الكتاب الذي بين أيدينا من الكتب القديمة. يعني المؤلف بتاع الكتب القديمة عاصر في عصره الإماء والحرائر والعبيد والأحرار، فعمل جزء في الفقه في الزواج للإماء والعبيد، وفي العتق الإماء والعبيد وأحكامهم تفصيلية، لأنه كان عايش ومعاصر هذه القضايا في عصره، كان في إماء وكان في عبيد. تيجي لكتب الفقه المعاصرة زي تكملة المجموع للشيخ نجيب المطيعي، لما جه عند كتاب العتق هو كان بيشرح المهذب للشرازي، متن المهذب كان هو بيشرحه اسمه المجموع، اللي شرحه النووي والسبكي وأكمله نجيب المطيعي.
يعني النووي عمل فيه 9 مجلدات، السبك عمل فيه من أئمة الشافعية برضه 2 مجلدين، الشيخ نجيب المطيع من المعاصرين من علماء الأزهر الشافعية، ويعتبر من مجتهدي المذهب ده، خدت بالك؟ كان الشيخ أبو إسحاق الحيواني بيحضر له في القاهرة دروس، الشيخ نجيب المطيع ده. لما جه في كتاب المجموع قال كتاب العتق، ونترك شرح هذا المتن لأنه ما عادش عندنا عبيد، ونوفر الجهد بتاع الشرح لأبواب أخرى فيها تطبيقات عملية في عصرنا. أما العتق ده ما عادش فيه تطبيقات في عصرنا عملية فيها، لأن خلاص انتهى عصر أن يكون هناك عبد وأمة أو عبد وأمة وعبد أمة، فوفر الجهد في الباب ده كله عشان خاطر يبذله في غيره من الأبواب اللي هي تطبيقاتها العملية موجودة في عصرنا، خدت بالك؟ مثلا في الظلال يقول لك ايه، واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول. فقال لك احنا مش هنتناول في التفسير توزيع الغنائم، اللي عاوز توزيع الغنائم هيرجع للكتب القديمه زي القرطبي هيجد فيها كيفيه توزيع الايه الغنائم، ونحن في عصر لم يصبح لنا فيه غنائم، بل اصبحنا معشر المسلمين غنائم، احنا اصبحنا غنائم لغيرنا، يعني احنا ما عادش لنا فتوحات، احنا بلادنا هي المفتوحه للاجانب، خدت بالك؟ فمش مش هنوسع في ايه في تفسير واعلموا انما غنمتم دي. اللي فكرني بقى بقول لك ايه، ولا يملك إجبار عبده البالغ على النكاح، وأيما عبد تزوج بغير إذن سيده فإذا دخل بها مش عارف إيه، ومن نكح أمة على أنها حرة فظهرت أحكام الإيه الإماء، وبيفسر فيها لأن دي من الكتب الإيه القديمة التي عنيت بشرح كتاب الإيه الإماء وأحكام الإماء وأحكام الإيه العبيد كده. فلو تخطينا الحته بتاعت العبد والامه ها لعدم وجودها في عصرنا، فهياتي الباب اللي بعد كده المحرمات من النساء في النكاح، واعتمدت على ايات من سوره النساء. الايات دي بدات بقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف، دي الايه، وبعد منها ايه حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم، والايه اللي بعد منها هم 3 ايات والمحصنات من النساء اللي هم المتزوجات من النساء، وبعضهم تحريم مؤبد يفيد المحرميه، وفي تحريم مؤقت لا يفيد المحرميه، خدت بالك؟ وهناك تحريم بالنسب وهناك تحريم بالرضاع. فالمحرمات 3 أنواع، محرمات بالنسب ومحرمات بالمصاهرة ومحرمات بالرضاع، ذكرتهم هذه الآيات، هما 3 آيات ورا بعض، هما 3 آيات ورا بعض تقريبا 22 23 و 24 من سورة النساء ذكرت المحرمات، ويجي في السنة أيضا هتجد تحريم في السنة، يعني في القرآن جاء تحريم الجمع بين الأختين، طب في السنة أفاد التشريع زيادة، اللي هو حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجمع المرأة مع عمتها والمرأة على خالتها، وقالوا الحكمة من وراء ذلك أن هذا فيه تقطيع الأرحام، لأن في صلاة القرابة بين المرأة وعمتها وخالتها، في صلاة قرابة المفروض القرابة ديت بينبني عليها حب وألفة واحترام، فلما يكون ضرائر لا هيبقى في ألفة ولا احترام ولا حب. ولذلك فعلا من حكمة تحريم الأقارب
ان هناك من الحب والاحترام وكده ما يمنع من ايه، من الزواج من القريبات اللي هم المحرمات. يعني المحرميه يفيدها التحريم المؤبد. التحريم المؤبد زي ايه؟ حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. لحد وبنات الاخت محرمات بالناس. فالامهات كل امرأة انتسب اليها بولادة سواء كانت ام او جدة. الام والجدات من جهة الام وجهة الاب وان علونا. والبنات كل من انتسب اليك بولادة وهي بنت الصلب واولادها. وإن نزلنا والأخت من الجهات الثلاث، يعني الأخت الشقيقة والأخت الأب والأخت الأم. والعمات كل من أدلت بالعمومة من أخوات الأب وأخوات الأجداد وإن علوا من جهة الأب والأم كذلك. والخالات عايز اقول لك ايه، عمته وعمه ابوه وعمه امه. ما في عمه مجازا وفي عمه حقيقيه، ماشي؟ تحرم المجاز والحقيقيه كمان. عمته الحقيقيه، عمه ابوه وعمه امه عمه مجازا، فتدخل من ضمن المحرمات معاه. وكذلك الخاله، خالته وخاله امه وخاله ابوه، كلهم دول اسمهم خالات. كل اسمهم ايه؟ خالات. ان كان بعضهم حقيقه والبعض مجاز. وبنات الاخت وبنات الاخ وبنات الاخت، بقول لك وبنات الاخوه كل من تنتسب ببنوه الاخ من اولاده واولاد اولاده ذكور واناث. وبنات الاخت كذلك. المحرمات بالمصاهره اربع: أمهات النسب، حلائل الآباء، حلائل الأبناء. أربعة: الربيبة، وأمهات نسائكم، فمتى عقد على امرأة حرم عليه جميع أمهاتها من النسب والرضاع وإن علوا، سواء دخل بالمرأة أو لم يدخل، يعني بمجرد العقد. لأنه قال في الربيبة: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. طيب المفاد ايه من الشرط ده؟ المفاد منه ان العقد على البنات يحرم الامهات. اكتب الجمله دي: العقد على البنات يحرم الامهات، والدخول بالامهات يحرم البنات. الجمله دي جبناها منين؟ من ان الربائب قالوا: فان لم تكونوا دخلتم بهن، والتانيين ما قالش فان لم تكونوا دخلتم بهن. وحلائل آبائه، وهن زوجات الأب اللي هي ليست أمه. واحدة راحت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت له: قيس مات. قال لها: خير؟ قالت له: ابنه من صالح قومي، أراد خطبتي، وأنا أعده ولدا لي. قال لها: اذهب إلى بيتك. لحد ما نزلت الآية:
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف في الجاهلية، إلا ما قد سلف في الجاهلية، لأنه في الجاهلية بيتجوز مرات أبيه، وربنا سبحانه وتعالى سماه فاحشة ومقتا وساء سبيل. قال لك سبب المقت إيه؟ سبب المقت أن من طبيعة الإنسان أن يمقت الرجل الذي كان متزوجا هذه المرأة قبله، فيقع المقت على مين؟ على أبيه، ويكون أبوه ند له وليس في مقام الأب. خدت لك؟ ده سبب تسمية الإيه؟ المقت. وكان في الجاهلية إذا أنجب من امرأة أبوه يسمون هذا الولد اللي خلفه المقتي، يسمونه المقتي. نعم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وسواء دخل بهن أو لم يدخل، لعموم الآية. فيحرمن من دون بناتهن فيحل له نكاح ربيبة ابنه وأبيه. حلائل الأبناء وهن زوجات آبائه، وهن زوجات أبنائه وأبناء أبنائه وبناته وإن سفلوا من نسب أو من رضاعٍ.